الموضوع انضم لنا من بون الألمانية عبر سكايب الأستاذ جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات الإرهاب والاستخبارات. سيد جاسم، مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن مع إعلان شرطة لاس فيغاس بأن داعش ليس له أي علاقة بالحادث، إلا أن داعش يعني تبنى ذلك أو أعلن مسؤوليته عن هذا الحادث، إلى أي مدى التنظيم أصبح يتلقف أي حدث لينسبه له؟ نعم، يعني تبني تنظيم داعش إلى العملية جاء يعني بشكل سريع، إضافة إلى عملية لاس فيغاس، وتبنى أيضا عملية مرسيليا في فرنسا. صحيح. المعلومات المتوفرة أن تنظيم داعش ما بعد خسارته إلى الموصل تبنى استراتيجية جديدة، وهي أن يكون إرهاب لا مركزي، ومن ضمنها شمل عملية أو أداء ووظيفة وكالة أعماق. بعد أن كانت تحصل على الموافقات من التنظيم المركزي المكتب الإعلامي، أصبحت هي من تبادر في يعني تبني الخبر وسرعة النشر، فلذلك لم تأخذ كثيرا في تبني الخبر. فإذا هو نتيجة مثل ما جاء في التقرير، هو نتيجة إفلاس تنظيم داعش، ويحاول أن يسجل حضور خاصة في دول الغرب ضمن مزدوجين يعني ما يسمى عولمة الجهاد، حتى يدخل في منافسة يعني مع الجماعات المتطرفة الأخرى أبرز تنظيم القاعدة. طيب، هذا الادعاء الكاذب لتنظيم داعش إلى أي مدى يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية وسلبية لما كان يريد أن يحققه؟ وكان يريد أن يرفع معنويات ربما مقاتليه، أن يثبت بأنه لا يزال موجودا رغم الخسائر، لكن عندما يكشف للرأي العام للناس بأنه هذا الادعاء كاذب وأن داعش ليس له أي علاقة بهذا الحادث، إلى أي مدى يمكن أن يأتي ذلك بنتائج عكسية على التنظيم؟ بدون شك النتائج العكسية سوف تعود للتنظيم بنتائج غير إيجابية، وربما أنه يبدأ يعني يخسر مصداقيته ما بين أنصاره وكذلك ما بين الجماعات المتطرفة. فبعد أن كانت وكالة أعماق يعني إلى ما قبل استعادة مدينة الموصل كانت وكالة أعماق تتمتع بشيء من المصداقية، برغم أنها يعني تمثل أو تروج للعمليات الإرهابية لهذا التنظيم. الآن أجد أنه أنصار التنظيم وكذلك الرأي العام بالتأكيد سوف يفقد يعني هذه الوكالة، تفقد مصداقيتها، وهذا يعني أي عمليات أخرى حتى إن جيرها التنظيم لصالحها، فبالتأكيد أنه سوف تكون موضع شكوك من قبل أجهزة الاستخبارات، المراقبين، وكذلك الرأي العام. أشكرك جزيلا إذا على هذه المداخلة سيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات الإرهاب والاستخبارات، كنت معنا عبر سكايب من بون الألمانية.